رسمية مستقبلا. هو صار تنسيق اذا بدك بين استوديو تاك والفيدراسيون تبع الفوتبول والتلفزيون الجزائري لنجي نعمل نوع من الديمونستراسيون لنفرجي شو ممكن البوتنسيال، شو ممكن هيدا السيرفر يعمل على ارض الملعب في حال كان هيدا عم يتدخل باللعب. اليوم نحن ما عم نتدخل، لا نتدخل، ما عم نوقف الحكم ولا شيء، بس عم نفرجي اللي موجودين عندنا هون شو ممكن يكون عم بيصير في حال كان موجود هيدا السيرفر وكيف ممكن يعلي مستوى اللعب. الفار لا يعتمد على عدد الكاميرات وانما يعتمد على عدد الكاميرات اللي معتمد عليها التلفزيون اللي عم ينقل الحدث. اجمالا بكل الفيفا وبكل الماتشات اللي عم بتصير انا ببلجيكا من خبرتي في الماتشات اللي عم انا اقدمها في بلجيكا اللي هي اصغر ماتش عم بيكون فيه 5 كاميرات اللي هو موديل 1، بعدين عم بيكون في 7 كاميرات مع موديل 1 بلس، بعدين عم بيكون في الموديل 2 اللي هو فيه 12 كاميرا او اكثر. اليوم عندنا 7 كاميرات ولكن فينا نطلع على 8 كاميرات اذا بدنا، وفينا نجيب سيرفر اذا بدك عنده دبل دنسيتي اللي هو بنسميه بصير في عنده 16 كاميرا. هيدا كلياته بيعتمد على التلفزيون شو هن عم يعملوا، نحن بناخذ الديستريبيوشن من عندهم بنعيد السينيال وبنعطيها للاربيترير بس تا يحضرها محليا.